الحمد لله على السلامة. أنا الله يسلمك وشفت بالكويت قاعد أشوف التبرعات على الهوريكان وهذا الإعصار. نعم. أقول شنو المانع إنه ما يسلم نفس الشيء التبرع هنا بالعراق؟ بس الحمد لله جزاكم الله خير. لا الحمد لله. الأخوان جايين هنا يتبرعون. أهلا وسهلا. على شنو يتبرعون حبيبتهم؟ أخوانا من بغداد. زين خلوهم شوي. شهداء الجسر. شهداء الجسر. شفتهم بالتلفزيون أنت؟ إيه. تأذيت عليهم؟ إيه. بارك الله بيك. إيه. شكرا. شو تبرعنا سنتم؟ يعني حقيقة إحنا بالنسبة لنا راتب عضو مجلس محافظة اللي هو $1,000 بالشهر. طونا مال $5,000 تقريبا $5,000. أنا أشوف إحنا ما نستحقها. لأن ما قدمنا الشيء للمدينة ولا قدمنا الشيء للبلد، وأشوف هذا 5,000 يستحقونها شهداء الجسر. فإحنا جايين باسم مشكورين مجلس المحافظة وباسمهم، لأن هذه الرواتب لهم. قالوا إحنا بوكان ما هذه الرواتب تجي لنا، إحنا ما مستحقينها، فراح ندفعها إلى شهداء الجسر. فهم الآن يقدمون كل واحد، هذه قدمت 1,000 الحبابة، هات حبيبي هذا 1,000 مانتش نبي هناك اسمه بالصندوق. يلا بالصندوق. فوق كله 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 راح تعبت واحدة لا كلها حبيبي فوق فوق بعدين ايه خلاص هذه واحدة ايه خليه هنا وانت فوق يلا ايدك حقيقة يعني هذه الفاجعة الكبيرة التي ألمت بالعراقيين فاجعة جسر الأئمة، كيف تصفها وكيف تعبر عنها وماذا تقول لذوي الشهداء؟ يعني حقيقة الفواجع ليس بعيدة عنها دائما، عشنا ألم وعشنا فواجع كثيرة من يوم مسقط الإمام الحسين مصرع الإمام الحسين لحد هذا اليوم، لكن أعتقد هذه المصيبة وهذه الفاجعة شدت بأيدي العراقيين، ودليل على هذا تكاتف العراقيين الموجود تبرعات بالعراقية ومشكورين، وأعتقد هذه الفاجعة هي نصر العراقيين وهي صورة واضحة للعراقيين على أن العراقيين هم يد واحدة متكاتفين دائما. لكن هذا ما يعني أنه الحزن والأسى اللي قاعد يمر به الشعب العراقي، احنا نقدم للضحايا، نقدم لأسرى شهدائنا الصبر والسلوان إن شاء الله، وبهذا التكاتف وبهذا العمل نتمنى من عراقنا الجديد أن يقدم الصورة الواضحة للعراق والصورة الواضحة للعراقيين.